انقسم الناس وكل واحد حر في رايه في الاخر، وبقول رايه وله تفاسير قانونيه وكل واحد بيقول رايه، ما بين انه الاهلي اخطا باللجوء للقضاء الاداري في اثبات عدم شرعيه تشكيل لجنه الانضباط في القصه بتاعت كهربا والعقوبه اللي اخذها كهربا، ومنهم ناس برضو تقلدت مناصب زي الكابتن محمد فضل وله خلفيه قانونيه خريج حقوق وقال كده يعني، وكان موجود في اتحاد الكوره وهو راجل بيقول اللوائح تمنع وان الاهلي اخطا كذا، قال الاهلي كان عنده حق انه يبقى يعني زعلان من العقوبه صدرت قبل مباراه مهمه زي السوبر، لكن برضو ما كانش في نفس الوقت يلجا للقضاء. وفي فصيل اخر بيقول لا، الاهلي من حقه اللجوء للقضاء لانه مركز التسويه دلوقتي معلق وليس هناك سبيل قانوني الا اللجوء الان للقضاء الاداري. عايز اعرف يعني راي حضرتك في انا العباكه دي. هقول لك على حاجه بمنطقين. اول حاجه النادي الاهلي ما بياخدش اي خطوات في الحته القانونيه الا لما بيكون الحمد لله درسها كويس قوي قوي، وفي الحقيقه لجنه قانونيه ولجنه استشاريه كامله بتبقى موجوده وبتحسب كل حاجه في خطواتها وردود افعالها. تمام؟ فادام النادي الاهلي خد الاتجاه ده تعرف على طول حضرتك ان يبقى عنده سند. اتجاه مظبوط بالظبط كده. الجزء الثاني بقى انا هكلمك كراجل كنت مسؤول في يوم من الايام عن وزاره الرياضه. تمام. قانون الرياضه بيقول ان في مركز تسويه للتحكيم، مركز تسويه التحكيم صدرت من الاداريه العليا خلاص تجنيده او تعديله. المحكمه الدستوريه. او المحكمه الدستوريه فاصبح بالنسبه لنا خلاص غير موجود. غير موجود، ادام هو مش موجود يبقى حضرتك لك الحق انك تلجا للقضاء الاداري خلاص. طب بس اللي اتقال انه ده تعارض مع لوائح الفيفا ومع القوانين الدوليه و و والمواثيق والكلام ده. بص هقول لحضرتك على حاجه، ده يتعارض مع القوانين الدوليه بمنطق الاتحادات الدوليه، انما بمنطق اللجان الاولمبيه ان حضرتك الشرعيه للدوله. تمام. الشرعيه للدوله وان الدوله ليها دور في الملفات وده طبيعي، وبالتالي قضاء الدولة ليه دور مهم، لازم نبقى احنا بس نفرق ما بين المنطقيتين. يعني اللجنة الأولمبية كلجنة أولمبية النهارده لما بتيجي تنظم أي أولمبياد بيقول لك إيه؟ لازم موافقة الحكومة. تمام. لا طب ما الحكومة ده تدخل حكومي. ليه؟ هو بيقول لك موافقة الحكومة عشان إيه؟ عشان حضرتك الحكومة ليها دور في إنشاء الاستادات. طبعا. وإنشاء المنشآت، وإنشاء الفنادق. وضامن لتأمين الناس والطرق والتأمين والبعثات وكل الكلام ده. الله، طب ما ده الحكومة دور أساسي وعلى الأرض. مظبوط. واخد بالك؟ فنبص بس على الميثاق الاولمبي اللي من خلاله موجود الاتحاد الدولي لكره القدم. هو طبعا الاتحاد الدولي لكره القدم كمان اللي بيطلع في حته لوحده كده ويقول لك انا الفيفا وانا الكلام ده، انما هو في الاخر هو عضو لجنه اولمبيه. عضو لجنه اولمبيه، والميثاق الاولمبي نقراه كويس قوي هنلاقي الكلام ده موجود في الميثاق الاولمبي. طب هل لك تعليق؟ يعني الكلام مش وجهات نظر، هو الكلام كلام لوائح وقوانين محطوط. مش ما يعني لا يحتمل، يعني انا لما باجي افسر معنى ممكن افسره انا من وجهه نظري والطرف الاخر يفسره من وجهه نظري، بس لما الكلام يبقى قاطع يبقى الموضوع او يعني معلومه خلاص لا تقبل الشك. لازم تحترم الدوله وانظمه الدوله. طب هل حضرتك ليك تعليق في البيان اللي عملته وزاره الشباب او اللجنه القانونيه بوزاره الشباب انه التشكيل بتاع الانضباط سليم وانه كان في مخاطبه للفيفا وان الفيفا اقر ذلك والكلام ده؟ على الارض ده انت بتسحب صلاحيات الجامعات العموميه. على الارض يعني لو بنتكلم مظبوط هذا حق اصيل للجامعات العموميه، فما ينفعش ان حضرتك تسحبه. ثاني حاجه في مجلس اداره موجود يقدر يدعو الجمعيه العموميه والجمعيه العموميه هي اللي تختار. انما كن حضرتك بقى بتحاول تحسن القرار فمن وجهه نظرك عايز او تديله الشرعيه، يعني تديله شرعيه وتديله مش عارف ايه وتيجي تقول اصل اللجنه دي انا اللي اخترتها بس بعت خدت موافقه عليها من بره على الكلام ده، ده يعني ايه محاوله لايه؟ للتنسيق عشان لما يروح حد يشتكي يبقى الطرف الاخر اللي هناك عنده خلفيه عن الموضوع. انما على الارض لو احنا بنقيم وفي جمعيه عموميه موجوده طب ما تدعو الجمعيه العموميه وتختار. انت يعني ايه ليه ما تعملش كده بس؟ تمام. كلام مش مقنع. وانا بكلم سيادتك دلوقتي جاي لي رسائل بيقولوا لي اسال الاستاذ العمري فاروق هو حمدي فتحي فعلا ماشي؟ بص يعني ما الكلام انت اكيد تابعت حضرتك الاخبار اللي تداولت النهارده. والله في ناس حد برضه سالني قلت له مش بالضروري ان الكلام ده يبقى مظبوط، الناس بتكتب مع يعني ما يعني اخباره وبتجري ونتيجه ان اللاعب بيبقى مهم جدا وليه وضعه فالاخبار بتتطاير. او ممكن يبقى مظبوط ويرجأ
يعني مش مش النادي الاهلي في الاخر بيدرس اي حاجه لو ده موجود النادي الاهلي. بس انا شخصيا ما عنديش خلفيه عشان بامانه ربنا ابقى واضح، ما جاليش اي حاجه او اتقال لي اي حاجه ان في حاجه زي كده هتحصل، واخد بالك؟ ولكن في لجنه كوره وفي شركه كوره وفي لجنه تخطيط وفي كابتن محمود موجود وفي جهاز فني وكل الكلام ده كله، وكده كده في جميع الحالات عمر ما هيكون الملف ده في لحظته، فاكيد لو ده مظبوط هيبقى بيدرس، انما ده على الارض انا بقول لك ما فيش اي حاجه من الحاجات. تمام استاذ عمرو فاروق، بنهنيك على طبعا كاس السوبر، وبنهني الله سيادتك يخليك والنادي الاهلي ميرسي على جدا. افتتاح الفرع الجديد. انا نفسي كمان ان انت تهنيني على الارقام القياسيه اللي في النشاط الرياضي. على انت عاملين كام لقب السنه لان دي؟ يعني احنا دلوقتي الحمد لله واصلين ما شاء الله 15 بطوله، واعتقد في اللعبات ده الاخرى غير الكوره يعني. غير الكوره، وده تمام في حد ذاته رقم الحياه، يعني المفروض انه رقم الحياه مميز جدا، ولا زال عندنا ان شاء الله باذن الله لسه في 3 4 بطولات موجودين على الارض ان ده شاء في الله باذن الله السلة ربنا. واليد والتنس الطاولة وكل اللعبات سلة؟ الأخرى. لا لا تمام. لا لا، دول الالعاب الجماعيه بس. ياه الالعاب الجماعيه ده بس، غير الفردي يعني. لا الفردي كلنا الحمد لله مميزين، الكاراتيه الدنيا مميزه، السباحه الدنيا مميزه، التنس، الجمباز، كل الالعاب الحمد لله النادي يعني الاهلي. 15 لقب دول اللي هو السلة واليد والطايرة الالعاب الجماعيه، الالعاب الجماعيه من غير كمان كره المصري.